Hey, what's up, guys? النهاردة يا جماعة هنتكلم على مصاريف مش كمال أجسام بس مصاريف إنك تعمل جسم حلو. طبعاً ده غير بودي بيلدينج، يعني أنا هدخل شوية في مصاريف بودي بيلدينج كمال أجسام كالرياضة نفسها والمنافسة نفسها، بس تركيز الفيديو هيبقى على ان ازاي او ايه المصاريف اللي انت محتاجها عشان تعمل جسم حلو. طبعا بيبقى في فرق ما بين مصاريف واحد وزنه عالي جدا وبيحاول يخس، وبيبقى في فرق ما بين واحد وزنه رفيع جدا وبيحاول يزود وزنه. انا اوريدي عملت فيديو قبل كده على ان ليه انا مش بعتبر ان كمال اجسام لعبة محتاجة فلوس في الاول، لان انا ما تنسوش لما انا جيت كندا ما كانش معايا فلوس خالص، وبرغم كده كسبت بطولة كندا كلها في وزن 80 كيلو، ولما حصل لي الحرق ورجعت تاني كسبتها برضو في وزن 85 كيلو، والفترة دي انا ما كانش معايا فلوس كتيرة يعني، فكنت بستخدم المينيمم ريسورسز واعتمدت اكتر على الاكل والتمرين، وحتى المنشطات اللي استخدمتها ما كانتش بالكميات اللي الناس ممكن تتخيلها. يعني ابسط مثل، يعني ما كانش معايا فلوس ان انا اجيب جروث هرمون ساعتها، والجروث هرمون غالي جدا، فالسبب ان انت ممكن تكسب بطولات كبيره دوليه من غير جروث هرمون لو التزمت في كل حاجه تانية 100%. بس احنا مش هنخش في الموضوع ده بتفاصيل الفيديو ده. الفيديو ده تركيز على الناس اللي بتحاول تعمل جسم حلو، سواء بتحاول تخس قوي او سواء بتحاول تزود وزنها عشان يبقى شكلها يعني مالي لبسهم. يعني هنتكلم طبعا على الناس اللي بتحاول تخس الاول. الناس اللي بتحاول تخس الاول مصاريفها بتبقى اقل من الناس اللي بتحاول تزود وزنها او تزود كثافة العضلة بتاعتهم. ليه؟ لان مش محتاجين الكالوريز اللي قد كده، مش محتاجين كمية الاكل اللي الناس الرفيعة محتاجينها. وهتلاقي دايما الناس الرفيعة بتقولك انا مهما اكلت ما بزودش وزني، ما بيزيدش غالبا عشان مش بتاكل كفايه. فانت متخيل انت بتاكل كتير؟ لا، انت بقى لازم تاكل اكتر من اللي انت اوريدي بتاكله، اللي هو اصلا يعني معظم الناس بتقول ان هي مش مستحمله الاكل ده، بس دي حقيقه الناس الرفيعه جدا جدا، لان عاده الثايرويد بتاعهم بيبقى شغال عالي بنسبه عاليه جدا. الوجبات بتاعت الناس اللي بتحاول تخس بتبقى اكلها بسيط جدا، بتبقى فيه خضار كتير. انا ما بحبش احط لحوم حمراء في البروجرامز بتاعتي لما واحد وزنه عالي جدا. السبب ان عاده الوزن العالي قوي بيبقى جاي معاه كوليسترول، مش شرط طبعا، بس معظم الوقت لما واحد الدهون اللي في جسمه عاليه جدا بيبقى في ريسك ان هو يبقى عنده كوليسترول عالي، فانا ما بحبش اجازف بالحته دي، فعشان كده بشيل اللحمه الحمراء خالص. غير طبعا ان اللحمه الحمراء اصلا بتزود انفلاميشن ما بتركبش كويس مع الناس اللي وزنهم عالي. يعني اللحمه البيضه دايما بتبقى احسن للناس اللي بتحاول تخس، بالذات السمك. السمك احسن حاجه للناس اللي بتحاول تخس، الهادوك فيش، الكود، الاورنج رافي، الحاجات دي صعبه تتجاب، بس يعني لو عرفت تجيبها. في تلابيا، الناس اللي اظن دي من الوجبات المفضله للبودي بيلدرز، بس انا بكره تلابيا تماما، لان تلابيا بتبقى في فيش فارمز اللي هي نوع المزارع بتاعت السمك، وبتبقى احواض بيبقى مليانه سمك ومليانه مضاد حيوي وبيبقى في بكتيريا كتير، وطريقه ان هم يعني بيعملوا السمك ده او بيجيبوا السمك ده مش صحيه خالص. وما تنسوش ان كل المضاد الحيوي وكل الانتي بايوتكس وكل البكتيريا بتخش وبتترسب في عضل السمك نفسه، دي حاجة انت لازم تعرفوها، عشان كده لازم تخلي بالك تجيب السمك بتاعك منين. فدلوقتي خضار مش غالي، لو رز براون رايس، رز ابيض او بطاطس مش غالية. البروتين من فراخ او سمك زي ما احنا قلنا، السمك ممكن يبقى اغلى شوية من الفراخ، بس برضو انت ممكن تعمل تخس وتعمل جسم حلو بفراخ. بيض. السبلمنتس بقى، وهو ده تقريبا يعني تركيز الفيديو. السبلمنتس بتكلف كام؟ دلوقتي في 3 بيسك سبلمنتس،
مالتي فيتامين لازم، اوميجا 3 لازم، وواي بروتين. الواي بروتين ده بعد التمرين طيب، وممكن كمان تبدله بوجبه، يعني ممكن وجبه تكون مثلا مش جعان او في نص اليوم تبدله بروتين. بيفضل بروتين ايزوليت او الام ار اي لايت بتاع ريدكون 1 اللي هو متاخد من اكل مش من البان. طبعا انا بقول الالبان غلط، هتقولي طب انت ازاي بتقول واي بروتين ايزوليت؟ لان الواي بروتين ايزوليت من ريدكون 1 خالي عن اللاكتوز، فبيفرق في المعده جامد قوي من السماء للارض. يعني انا لو اخدت مثلا واي بروتين ايزوليت من شركه ثانيه مش لاكتوز فري، ممكن على طول اجري على الحمام بعديها. فدول الثري بيسك سبلمنتس، الثلاث اساسيات. في بقى الحاجات اللي بعديها، الكارنيتين تارتريت بحب احطه في البروجرام بتاعي، بس ده انا بسميه ايه يعني، الاول ثلاثة الاي ليفل سبلمنتس الف. في بقى البي اللي هو البي اللي هو مهمه بس ممكن تعمل بروجرام من غيره. الكارنيتين تارتريت، البي سي اي اي، جلوتامين، وممكن مثلا حرق دهون. بس حرق الدهون ده انا كمان ممكن احطه ايه في السي كمان، لان ممكن تغيره بحاجات تانية طبيعية. القهوة الى حد ما بتحرق دهون على معدة فاضية من غير سكر، وتروح تعمل كارديو ممكن تعمل نفس الافكت الى حد ما. بدل البري ورك اوت مثلا، بري ورك اوت طبعا دي بقى سي جريد سبلمنتس، اللي هي التالت اهم سبلمنتس اللي هي ممكن تعمل اصلا بروجرام من غيره. فانت لو تفكر فيها هم ثلاثة بس سبلمنتس اللي محتاجهم، واي بروتين ايزوليت، اوميجا 3، ومالتي فيتامين. الثلاث حاجات دي بالنسبه للناس بتبقى فلوس كتيره، فانا عشان كده بشجع برضو قبل ما حد يشتري بروجرام تاكد ان انت على الاقل ممكن تشتري الثلاث حاجات دي. اما الثلاث حاجات اللي بعديها، ممكن تعمل بروجرام لو انت عايز تخس، تعمل بروجرام بالثلاث حاجات دي بس. الحاجات الثانيه اللي عاده بحطها بتبقى بتساعد طبعا على البروسس ان انت تخس وتنزل وزنك وتحقق الجسم اللي انت عاوزه، بس مش بنفس الاهميه لاول ثلاثه. طبعا مالتي فيتامين واوميجا 3 ده لازم لازم لازم، يعني لان طريقه الاكل النهارده مش زي الايام زمان، ففي بيبقى خالي قوي من الفيتامينات، بالذات لو انت عايش في بلد بره. لازم اصلا غير المالتي فيتامين تسبلمنت بمغنيزيوم، تسبلمنت فيتامين دي 3، مهم جدا جدا دي 3 ده. الدي 3 ده لو عندك نقص دي 3 ممكن يجيب لك كآبه، فخلي بالك من النقطه دي. كده الناس اللي بتحاول تخس. طيب دلوقتي الناس اللي بتحاول تزود وزنها، بيبقى اغلى شويه الموضوع. ليه؟ لان محتاج اكل كتير، محتاج لحمه حمراء كتيره، ريد ميت، لان ريد ميت بتكبرك، بتعلي التستوستيرون بتاعك. طبعا سمك اصلا بصراحه مش 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 محتاج قوي يعني، بس ريد ميت، بيض، فراخ، رز كتير، بطاطس كتيره، بطاطس حلوه كتيره. والسبلمنتس بقى، السبلمنتس في بدل ثلاث اساسيات انا هقول اربعه. الواي بروتين ايزوليت، كارب باودر اللي هي البودره بتاعت كربوهيدرات السائل، اللي هي بتعلي الانسولين بتاعك قوي لما بتاخده، بتبقى طريقه السكر الموليكيولز بتاعتها التشين بتاعه بيبقى فيه حاجه اسمها جليساميك اندكس. جليساميك اندكس ده مثلا يعني ايه؟ الموز فيه جليساميك اندكس عالي، يعني لما بتاخده السكر بتاعك بيطلع في دمك. في فاكهات تانية الجليساميك اندكس بتاعها واطي، فهمت الفرق؟ فالكربوهيدرات باودر الجليساميك اندكس بتاعه عالي قوي، فبيعلي السكر قوي في دمك. ليه عاوزينه؟ عشان بيعمل انسولين، والانسولين طبعا بيكبرك، ودي الطريقه الطبيعيه ان انت تستخدم او تدخل فكره الانسولين في البروجرام بتاعك. واي بروتين ايزوليت، كارب باودر بعد التمرين على طول، كرياتين مونوهيدريت. دي ممكن تتحط في البي يعني، مش الاساسيات قوي يعني، بس بالنسبه للهدف ان واحد عاوز يزود حجمه. رقم أربعة مالتي فيتامين اساسي، ورقم خمسة اوميجا 3. البي ليفل سبلمنتس بقى، تستوستيرون بوستر، ايه تاني؟ الكارنيتين تارتريت برضو، انا بحب احط الكارنيتين تارتريت دايما في البروجرامز، بي سي اي اي، جلوتامين، اي 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 اسينشال امينو اسيدز. ف احنا كده دخلنا 10 سبلمنتس.
وفي بقى لسه حاجات تانية مثلا في شركة ريدكون انا بحب احطها، زي مثلا 11 برافو. السبلمنت ده الابحاث اللي اتعملت عليه، هي مادة واحدة بس بتزود لك العضل ب2.5% على مدة 8 اسابيع، وبتعلي السترينث بتاعك، القوة بتاعتك ب12%. طبعا الناس ممكن تقول 2.5% قليلة، لا مش قليلة لما تفكر فيها، 2.5 من وزنك. وانت عايز سترينث، انت عايز سترينث لما انت الجول بتاعك ان انت تكبر عضلاتك، انت عايز سترينث. ف زي ما احنا شفنا احنا داخلين على 10 سبلمنتس، الموضوع بيبقى مكلف شويه للناس اللي بتحاول تضخم او تكبر عضلاتها بدون انتباه او بدون اي انتباه للدهون بتاعتهم. يعني الناس الرفيعه قوي اللي ماكسيمم عاوزه تجرو، عايزه تكبر ومش خايفه ان نسبه الدهون بتاعها تزيد، لان غالبا مش هيزيد قد كده يعني. فزي ما انتم شايفين في فرق ما بين واحد بيحاول يخس وواحد بيحاول يزود وزنه. بس بديكوا فكره ليه؟ عشان تبقى جاهز او تكون ايه توقعاتك وانت بتشتري البروجرام. وعشان كده قلت لكم في اساسيات، واحد فيه 3 سبلمنتس اساسيات والتاني فيه 5 سبلمنتس اساسيات. دلوقتي بقى مصاريف بودي بيلدينج. طبعا انت هتزود على كل ده، احنا هناخد باعتبار ان بودي بيلدينج يعني بتحاول تزود عضلات، فاحنا هناخد الكاتيجوري اللي هو الواحد الرفيع. حتى لو واحد عنده دهون عاليه، كميه الصرف اللي هتصرفه، لان انت خلاص بقى دخلت هرمونات في الموضوع، فالهرمونات مع الكارديو هتخسسك وتعلي عضلاتك في نفس الوقت، اللي هو الحاجه اللي كل الناس بتحاول تعملها يعني. في الحلقه زي دي احنا بنعتبر المصاريف اللي هي الواحد رفيع، فكل السبلمنتس اللي انا قلتها دي بلس الاكل بلس الهرمونات. الهرمونات بقى بتفرق طبعا اسعارها من بلد لبلد، بس دي لازم تاخد باعتبار الاستيميت، يعني اللي انت هتصرفه على هرمونات ممكن يبتدي ما بين $350 في الشهر لحد 3,700 $4,000 في الشهر، عشان تبقى واخد فكره. بس انا اديتك يعني واحد لسه بيبدا هرمونات وواحد واصل الاولمبيا يعني، فبيبقى فرق طبعا من السماء للارض. بس دي التوقعات اللي المفروض انت تعرفها لو انت داخل سكه بطولات يعني. وانا فاكر قبل ما احترف كنت دايما دايما كسبت وزني مرتين بس ما خدتش الاوفرول. واحد قال لي انت بتستخدم كذا قد ايه؟ فقلت له، فقال لي لا طب ما تصرف اكتر. قلت له لا هصرف اكتر، يبقى انا كده هصفي. ده ايام بقى انا ما كانش معايا فلوس زي دلوقتي يعني. قلت له انا ما اقدرش يعني، مصاريفي مش هتسمح لي ان انا اصرف بالكميه دي. فقال لي بص، هدفك دلوقتي ان انت تحترف، فالمفروض دماغك ان انت لازم تعمل اي حاجة عشان تحترف، تصرف اي حاجة عشان تدخل في ديون عشان تحترف، وبعد ما تحترف ساعتها بقى ركز بقى ان انت تعمل فلوس. واخدت النصيحة دي وفعلا الحمد لله يعني. ودي بقى حتة الايه اللي انت لازم تجازف لو انت بتؤمن يعني بالحلم بتاعك وان انت ممكن تحقق احلامك يعني. بس دي سكة بعيدة، ان انت تحترف انت عندك كذا ليفل لازم تعمله عشان تحترف، بطولة محلية، بطولة مدينة، بطولة ولاية لو انت في امريكا، بعدين بطولة الدولة نفسها، بعدين بطولة القارة نفسها. ودي بقى تحاول بقى غير انت تكسب الوزن تكسب الاوفرول. تكسب الاوفرول يعني لما تيجي تكسب بطولة دولية لازم بقى انت اكيد بقى سلمة بقى، وزن 80 كيلو تطلع لوزن 85، 90 كيلو، 100 كيلو، فوق ال 100 كيلو، على حسب يعني. انا احترفت تحت ال 90 كيلو عشان تبقوا عارفين، بس عشان انا طولي 169 فعرفت يعني ان اخلي وزني الى حد ما تحت ال 90 بس. ودي فكره عن المصاريف اللي انت محتاجها في بودي بيلدينج، والمصاريف اللي محتاجها عشان تعمل جسم حلو. فادي التوقعات. اتمنى ان الفيديو ده نفعكم، واتمنى الفيديو انه يكون ساعدكم تاخدوا قرار قبل ما تشتروا بروجرام، لان انا ما بحبش برضو
اعمل بروجرام على الفاضي، يعني الفلوس من غير نتيجه ملهاش طعم. فان انا اعمل بروجرام لواحد وما يتبعش البروجرام، انت عارف انا اكتر حاجه بحبها ايه؟ لما اعمل بروجرام ويجي لي كمان 3 شهور يقول لي بص يا كابتن الفرق اللي في الجسم، يا دي احلى حاجه. بس لما واحد اديله بروجرام وما يمشيش فيه بحس ان حرام، يعني صرف فلوسه على الفاضي يعني. وتاكد طبعا مش ان ظروفك كويسه، لان انا ما بؤمنش ان في وقت مناسب انك تعمل حاجه، دايما بيبقى في ظرف وحش في كل حياتنا. There is never a good time to do something. Never. يعني مفيش وقت مناسب انك تعمل تاخد خطوة. لا. ابدا. عمرك ما هتلاقي الوقت اللي هو انت مدرسة تمام، عندك اجازة، مفيش حد حالته صعبة، حالتك المادية كويسة، كل حاجة متظبطة ان انت تبتدي مشروع او مشوار حلمك. عمرها ما هتحصل. بس تأكد على الاقل ان انت يعني ايه مغطي نفسك، يعني هتعرف تعمل البروجرام. وانا شايف ان لو حتى انت طالب او بتشتغل مفيش اي سبب ان انت ما تعملش البروجرام، الا اذا مثلا انت جراح مثلا ولسه بادي، او مثلا في اخر سنه طب، او في سنه التخرج بتاعك في هندسه وعندك كميه شغل دي ساعتها. فتاكد ان انت مش حاطط نفسك في موقف زي ده بحيث ان مش هتعرف تمشي على البروجرام. انت فاهم قصدي ازاي؟ وبس يا معلم، ادوا ثامز اب لو عجبكم الفيديو واعملوا سبسكرايب. ده الويب سايت، نشوفكم ان شاء الله في الحلقه.